يمكن الوصف اللي حبيت نوصله للمرأة اليوم باش نقولها باللي هذاك البر اللي راه دائم في هذه الأوضاع اللي رانا نعيشوها حاليا يعني، ولكن أنت تستمري وفي المراتب في العمل نتاعك يعني. تحية كبيرة للمرأة الجزائرية، تحية كبيرة لأمهاتنا، تحية كبيرة لأخواتنا، تحية كبيرة للمرأة الجزائرية الحرة كما قلت، الحرة في وطننا الحر الجزائر يعني. وحتى بناء الوطن، بناء المجتمع هذا يعني لازم لها سواعد، كلا الجنسين الرجل والمرأة يعني. وهنا المرأة ما هي إلا راهي سند، للرجل والرجل سند لها يعني. هو يوم يعني راه عالمي يحتفى به، لأجل مرحلة، هي كانت مرحلة انتقالية حدا حبينا من وضع لوضع، وبقى الاحتفال هذا دائم. لكن الاحتفال الحقيقي أنها لما المرأة تحقق المبتغى تاعها، تحقق اهدافها، واهدافها هذا ضمن اهداف المجتمع، ضمن بناء الوطن يعني. وبناء البنت ولا المراه ولا يعني يعتمد كثير على الاسره، يعني احنا في التربيه نتاعنا كانت البنت دائما الابن الاخ حتى وصغير عليها يفرضوا عليها باش يحرسها يعني. مادامين هذه العقليات يعني تتبدل، كيف يعني، ما نقول تتبدل يعني حابينها تكون المرافقه هذيك بين الاخوه سواء البنت ولا الولد. عندنا فقط البنت يقولوا لها اعتني بالاخ اذا كان عاجز، اذا كان ما يقدرش يعني، فقط انها تكون المرافقه نتاعه. لكن حابين التربيه نتاعنا تكون ان الابن الاخ او الاخت يكونوا مترافقين مع بعضهم، ما يكونش واحد يعس واحد ويكبر مع هذيك العقليه ومن بعد نبقوا نحاربوا فيها في المجتمع. دوك في المجتمع كامل نبقوا نحاربوا فيها علاش يحقر، علاش مثلا راهي محقوره بين الزملاء تاعها، بين الاخوه تاعها، بين، لكن هي راها في هذيك البرمجه، في هذيك البرمجة الأولية كانت بهذيك الطريقة، عس أختك، أحدي أختك، لكن رافق أختك، كن معاها، تكون معاك، إذا كانت هي أكبر يعني راه عندها هذاك الرصيد الأكبر لأنها تقدر باش تقود هذاك الأخ. لما لا؟ راهي موجودة، حاليا في العائلات وين كاين البنت الكبرى، يعني راهي تاخذ القيادة مر الأم، حتى في بعض الأحيان الأب يعطيها هذيك القيادة يعني. راهي قادرة يعني. مادا بينا هاد البرمجة تكون من الأسرة، تكون بداية صحيحة، ونغير هاد النظرة، ماشي حتى نكبروا كامل وحابين نغيروا هذيك النظرة ونغيروا التوجه ونبقوا في شعارات ونبقوا كما قال لها اطلع وهبط هذيك. لا، ماذا بينا تبدا من الأسرة، وتبدا على الصغر وعلى باكر يعني في الطفولة المبكرة. نقدر نغرس كل ما هو جميل، كل ما هو جيد، كل ما هو فيه يعني صداقة، كل ما فيه حب، كل ما فيه هذيك اللي نبنيه في الصغر، وهو اللي راح يعطينا هذيك التفاهم هذيك. نعم أخي محمد.